محمد عبد الفتاح وأولاد سيدنا الحسين. حضرتك عندك خلفية النهاردة ليه المسجد مغلق؟ هو غالبا النهاردة طبعا ذكرى استشهاد مولانا الإمام الحسين في كربلاء، وطبعا الشيعة بيبقى ليهم طقوس معينة بيعملوها في اليوم ده ندما على اللي هم عملوه مع سيدنا الحسين، لما قالوا له قلوبنا معك وسيوفنا على رقبتك، تمام؟ هم بيحاولوا يكفروا عن سيئاتهم، يعني ان هم بيجوا سيدنا الحسين ويذكروا الذكرى اللي هم يعني نوع من انواع التكفير عن الذنب اللي هم ارتكبوه. تمام. طب هل على صلاة الظهر المسجد هيتفتح؟ حضرتك دلوقتي عن صلاة الظهر بتبتدي تفتح المسجد ابوابه، ده مش ممكن يصير قلق او يجوا الشيعة مع السلفيين؟ الفكرة كلها القصة بتبقى في المقصورة. تمام. معروف كده دلوقتي بقالنا كذا سنة ان المقصورة بتتقفل في يوم 10 شهور، فده مش ممكن يصير اي اشتباكات او اي عنف. مصر محفوظة بأولياء الله الصالحين، شعبها الواعي المتفتح يعني. طب هي كانت ايه مظاهر احتفالهم قبل كده اصلا؟ بيعملوا ايه؟ كانوا بيشقوا الجيوب زي ما بنقول يعني، وبيطلقوا بيضربوا وبيخبطوا على صدورهم، يعني انواع الندم يعني على ده حدث لسيدنا الحسين. طب والاحتفال بتاعهم؟ لكن هم في الاول وفي الاخر هم بيقولوا لا اله الا الله. ربنا يبقى يحكم بيننا وبينهم في اي يوم من الايام. احنا المفروض ما نخشش في حاجه زي كده. طب والاحتفال بتاع المسلمين يعني السلفيين مثلا لما بيحتفلوا؟ ما حدش بيحتفل غير اللي كنا الشيعة واحنا اللي محبين اهل البيت. هو الفكرة في ان